السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الحياة في كندا مع عاد العوضة. نرحب فيكم زي كل جمعة. زي ما قلنا لكم أكثر من مرة، أنا لست محامي هجرة ولا مستشار هجرة ولا عندي ترخيص بهذا الشيء. أنا الشيء الوحيد اللي بيساعدكم فيه أنه بحاول نرد على سيرتكم عن الحياة في كندا. بالنسبة لأي شيء بيخص الهجرة ولا شيء بنرد عليكم بحسب خبرتي ومعرفتي بال لأن اشتغلت هنا، يعني أنا بشتغل في منظمة خيرية يعني عن الخير للنادي اليمني، وفي ناس كثير بيجوا لكندا وبنسأل هذا وهذا كيف كيف، وبنتعلم من هذا الشيء، وأيضا درس قانون الهجرة، ولكنه إلى حد الآن ما فيش عندي رخصة لمزاولة المهنة هذه، بس إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله. فكرتي إني أفتح مجموعة مطاعم شرقية مع أكلات يمنية. والله فكرة حلوة جدا. هل هذا سبب مقنع؟ لا أكيد، ليش لا؟ لأنك أنت بالآن شوف الأكل صراحة، أنا أقول لكم يعني الناس يعني ما انا عارف يعني كميه الاستهلاك وكميه زياره المطاعم هنا في بالذات في تورونتو يعني بشكل كبير، لانها طبعا تورونتو هذه اكثر منطقه في كندا اللي فيها مزدحمه في التعداد السكاني، وهي تعتبر المدينه التجاريه، فموضوع البزنس حق المطاعم يعني كويس، بس كيف انك حتعمل مطعم صح؟ ضروري يكون عندك خبره، لانه في شباب فتحوا مثلا مطعم يمني وبداوا في مكان طبعا ما مش عندهم خبره، يمكن الطباخ عنده خبره في الطبخ ولكن ما عندهم خبره في الاداره، في إدارة المطعم، إدارة المشروع هذا، ففتحه كان معهم فرع صغير، كان مع المستثمر اللي دخل معه وزارة خيرات، صار فتح المطعم الثاني، الاثنين موجودين هنا ورجعوا خسروا وخلوه على الله وقفلوا ورجعوا راحوا مدينة ثانية وفتحوا، بس الآن لما فتحوا المطعم للمرة الثالثة يعني تعلموا من الغلطة السابقة. فعشان توفر فلوسك ضروري إنك يعني تكون شخص إنك قد أدرت مطاعم من قبل، قد اشتغلت في الموضوع هذا، عندك خبرة كويس كويس يا محمد.